السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني من الهارد ديسك. طبعا احنا الموديول ده او الشابتر ده بيتكلم بالكامل عن وسائط التخزين. احنا بدأنا بأول وسيلة التخزين الأساسية هو الهارد ديسك، خلصنا المحاضرة الأولى فيه ودي إن شاء الله هتكون المحاضرة الثانية. هتلاحظوا إن أنا في المحاضرة الأولى والثانية لم أتطرق بالمرة إلى التركيبات. احنا كله عمالين نشوف الهارد ديسك ده بيشتغل ازاي وفكرته عامله ازاي، ولكن احنا عندنا شابتر بالكامل فيه كل انواع التركيبات، وان شاء الله هعمل لكم فيه فيديو. احاول اشوف حد اخد منه كاميرا ونعمل فيديو بالكامل، نفك الكمبيوتر ونركبه وناخد ايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها. هتبقى مركزه على مشاكل التركيب والتركيب بيتم ازاي من A to Z. وزي ما قلنا في الاي بلس ما تخافوش من حته التركيب، هي عباره عن قاعدتين قلناهم قبل كده، مفيش حاجه بتركب مكان حاجه، مفيش حاجه بتركب بالقوة. لو اتبعنا الاسلوبين دول مفيش حاجة هتقف قدامنا ان شاء الله في تركيب الكمبيوتر. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. في استكمالنا النهاردة للهارد ديسك عايزين نتكلم النهاردة عن المراحل اللي تطور فيها الهارد ديسك. في مصطلحات كتيره كده بتقابلنا، ايه يا عم اي تي اي، ايه هي الاي دي اي، ايه هي الالترا دي ام اي، تمام؟ خدوها كقصه، تمام؟ ويمكن لاول مره بعملها العمليات الحسابيه اللي موجوده فيها دي، هي مجرد بس يعني مش هتلاقي شرح ليها بالسهوله اللي انا ان شاء الله هشرح لك بيها، بس انت مش مطالب بيها ان انت يعني تحفظها او انت تكون قادر على القيام بيها. الحاجات دي كلها ما بتجيش في الامتحان، دي لمعلوماتك انت. زمان لما كانوا بيجيبوا الهارد سكات كانت الهارد سكات بتركب على كروت، تمام؟ ودي كان عندنا كروت حاجه احنا بنسميها فيزا لوكال باس، بنسميها اي دي كارد، وكان السي دي روم كان بيركب على كارت الصوت. فكنا نروح نجيب مثلا حاجه اسمها مالتي ميديا كيت كرييتيف، كان بيجي كارت الصوت ومعاه سماعات ومعاه السي دي، ونوصل السي دي على كارت الصوت اللي موجود عندنا. طب لو حبيت اركب اثنين كارت الصوت، لو حبيت اركب اثنين سي دي اعمل ايه؟ هتبقى بالنسبه لي مشكله هركب كارتين صوت. طب لو حبيت ان انا اركب اكتر من هارد ديسك، طب لو اشتريت الكارت بتاع الاي دي اي او اللي هو اللي بيركب فيه الهارد ديسك من شركه والهارد ديسك من شركه اخرى، هل هيشتغلوا ولا هلاقي مشاكل ولا ايه بالظبط؟ طب هل لو حبيت اركب اربعه خمسه هارد ديسك مع بعض، تمام، هل معنى كده ان انا املى المذر بورد بتاعتي واجيب خمس كروت اركبهم مع بعض ولا هنعمل ايه؟ فلذلك الناس دول اجتمعوا كده مع بعض وقالوا له يا جماعه احنا كده مش هنعرف نشتغل، احنا خلينا نحط قواعد مع بعض وستاندرز مع بعض بحيث ان احنا كلنا نعرف نشتغل مع بعض وما يبقاش في بينا وما بين بعض التضارب، وكلنا نستعمل نفس التكنولوجيا مع بعض، ولما نيجي نتطور نتطور برضو مع بعض. فالمصطلح الاي تي اي جايه من اصطلاح اي تي اتاتشمنت، وعندنا مصطلح تاني اللي احنا بنطلق عليه اسم الاي دي اي او اللي هو انتجريتد ديفايس الكترونكس اللي موجود عندنا. الاثنين بيتكلموا على ايه؟ على طريقه التوصيل بتاعه الهاردوير للهارد ديسكات والسي دي رومات في الكمبيوتر بتاعنا. يبقى انا هنا الاي تي اي والاي دي اي هي عباره عن ايه؟ القواعد اللي احنا نتبعها كلنا والستاندرد اللي احنا نتبعها كلنا مع بعض عشان كل الكروت تعرف تتعامل مع كل السي ديهات والحاجات اللي موجوده عندي، تمام؟ بحيث ان احنا كده عملنا ستاندرد وما يبقاش عندي مشكله في التوافق او الكومباتيبلتي ما بين الكروت اللي موجوده عندنا. يبقى القواعد دي بتخص مين؟ تركيب السي دي والهارد ديسك على المذر بورد بتاعتي. فبداوا باول حاجه بالحاجه اللي احنا بنطلق عليها اسمها اي تي اي 1. اي تي اي 1 قالت لك بص بقى نظام الكروت ده مش هينفع معانا خالص، تمام؟ خلاص كل واحد يحط الكنترولر بتاعه بدل ما كان بيحطه في الكارته اللي بنثبتها على المذر بورد يحطه في ظهر الهارد ديسك بتاعه، تمام؟ يبقى كده الكنترولر بتاعك الف فيه زي ما انت عايز، تمام؟ بس انا مش هيتوصل بقى بكارته، لا، يبقى انا هعمل مكان معين في الكارت في المذر بورد يتوصل فيه الهارد ديسك، والكنترولر بتاعك لازق فيه ظهر الهارد ديسك بتاعك. وان الهارد ديسك بتاعك كمان يا جماعه كلنا هنستعمل مع بعض 40 بن كيبل. الكابل ده هو فيه 40 سلك، والجزء الاسود اللي موجود عندي هنا هو فيه 40 فتحه موجوده عندنا، يعني كل فتحه بتمثل مين؟ كابل موجود عندي. يبقى انا هنا اتفقت معاهم كلهم هنستعمل 40 بن كيبل وهنستعمل كلنا الكنترولر، الف زي ما انت عايز بس تحطه في ظهر الهارد ديسك بتاعك ومش محتاجين ان احنا سي دي هات موجوده عندنا. الحاجه الثانيه
اللي انا دايما بخاف منها هو انا كل ما اعمل تطوير في الكمبيوتر بتاعي هل التطوير ده هو لازم ان هو ما ياثرش على الناس القديمه؟ يعني ايه؟ يعني كانت المشاكل زمان ان انا لما اعمل كارته جديده بتستعمل مثلا 32 بت، الكمبيوترات كلها 16 بت، تمام؟ يبقى ساعتها الناس ايه؟ ترمي الكمبيوترات القديمه بتاعتها وتجيب كمبيوترات جديده موجوده عشان تقدر تشغل 32 بت. فهنا هو تلاقوا ان الناس بتزز على ارادتها الوفات في كمبيوتر، تمام؟ وانت بتقول لي ببساطه ارميه عشان تاخد التكنولوجيا الجديده. فالاي تي اي 1 اللي موجود عندنا هو قايل لك ايه؟ لا انا هستعمل نفس البايوس القديم اللي هو بتاع اي تي 1. فاذا انت لو جبت هارد ديسك اي تي اي 1 تمام هتستعمل البايوس اللي موجود في السيت اب بتاع المذر بورد بتاعتك وتشتغل معاه بكفاءه. في القاعده دي قالوا ايه؟ قالوا ان انا عندك مكان واحد في المذر بورد اللي تقدر تركب عليه كابل واحد من دول. معنى كده ان الكمبيوتر بتاعك مش هيقدر يشغل غير هارد ديسك هنا وهارد ديسك هنا. يبقى الكمبيوتر بتاعي الحد الاقصى بتاعه ان هو يشغل اتنين هارد ديسك، ان انا عندي كابل، ده الكابل ده هيركب فيه المذر بورد اللي موجود عندنا هنا اهوت، وبعد كده مش هقدر اركب غير هارد ديسك هنا وهارد ديسك هنا. يبقى وقت الستاندردز بتاعت الاي تي اي اللي موجود عندنا 1 تمام قال لك ان انت ما تقدرش تركب اكتر من مور درايفز موجوده هنا اهوت. فطبعا دي هتطورت بعد كده زي ما احنا عارفين احنا ممكن نركب 4 هارد ديسك فيه من نفس الستاندرد اللي موجود، هنشوفها بالترتيب ان شاء الله مع بعض. طيب بما ان انت بتتكلم على الستاندرز يبقى انت لازم كمان تحدد ايه هي الطرق وايه هي السرعات اللي كانت موجوده في هذا الستاندرد. فهنا كان عندنا في الستاندرد هو كان عندي طريقتين للهارد ديسك او اتنين تكنولوجي موجودين في الهارد ديسك. عندنا حاجه اللي احنا بنطلق عليها اسم البايو او اللي هي اختصار بروجرامد اي او تمام، وعندي حاجه هنا اللي اسمها دي ام اي مود او اللي احنا بنطلق عليها اسم الدايركت ميموري اكسس. البايو اللي موجود عندنا دي تكنولوجي كانت بعض الهارد ديسكات بتستعملها. يبقى انا الهارد ديسك اي تي اي 1 كان في تكنولوجي فيها او وبيبقى مكتوب عليها ان ده بيستعمل بايو مود 0 او بايو مود 1 او بايو مود 2. ايه الفرق ما بين البايو ادريسنج والدي ام اي ادريسنج؟ البايو ادريسنج ان كل عمليه هتتم في الهارد ديسك تمام لازم تاخد الاذن من مين؟ من البروسيسور، فتقف تستنى الدور بتاعها. اما الدي ام اي تمام، الدي ام اي اللي موجوده عندنا او احنا نطلق عليها الدايركت ميموري اكسس، يبقى الهارد ديسك بتاعي لو عايز يوصل للميموري اللي موجوده عندنا تمام او الميموري عايز توصل للهارد ديسك مش هعدي على البروسيسور، هعمل باي باس للبروسيسور، مش هستنى في الدور، مش هاخد الاذن من البروسيسور. يبقى الفرق ان دي هتاخد الاذن من البروسيسور عشان تقدر توصل للميموري اللي موجوده او الميموري توصل لها، اما الدي ام اي مش هتقدر ان هي مش هتستنى الاذن، المفروض الدي ام اي كسرعه ان هي تكون اسرع، وهي دي اللي استغلت بعد كده. هي هنا كانت بدايه ظهور الدي ام اي، يعني كانوا بيعتمدوا على البايو عشان كده البايو كان سرعته عاليه، ولكن بعد كده طوروا الدي ام اي وفعلا هي سرعتها اعلى من هناك. فساعتها الهارد ديسك بتاعي كان بيبقى مكتوب عليه الحجم ومكتوب عليه بايو مود 0. بايو مود 0 كان بيقدر ان هو يقدر يعمل ترانسفير للداتا او نقل للمعلومات بسرعه 3.3 ميجا بايت في الثانيه. بايو مود 1 بيقدر ينقل معلومات 5.2 ميجا بايت في الثانيه. بايو مود 2 بيقدر ينقل معلومات للداتا بسرعه 8.3 ميجا بايت في الثانيه. طب التكنولوجي الثانيه اللي كانت موجوده عندنا تمام اللي هي كان عندي حاجه اسمها سنجل وورد دي ام اي مود 0، كان بتقدر تاخد 2.1 ميجا بايت في الثانيه. سنجل وورد دي ام اي مود 1 بتنقل 4.2 ميجا بايت في الثانيه. سنجل وورد دي ام اي مود 2 بتاخد بيانات بسرعه 8 بتنقل بيانات بسرعه 8.3 ميجا بايت في الثانيه. الاي تي اي كان عندها ليميتيشن وما كانش في ساعتها عيب، يعني ايام الاي تي اي 1 اللي موجوده عندنا دهيت كان اكبر حجم هارد ديسك 10 جيجا 10 ميجا 5 ميجا من 5 ل 10 ميجا 12 ميجا كحد اقصى. فهم قالوا ان التكنولوجي دي مش هتقدر ان هي ايه تاخد هارد ديسكات اكتر من 504 ميجا بايت، يعني خلال الاي تي اي 1 طبعا.